طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. ما هي أسباب ارتفاع حالات التعذيب والوفيات داخل السجون وفي مراكز الشرطة في العراق؟ فبعد أيام قليلة على قتل هشام محمد وعلي الشمري في محافظة البصرة جراء عمليات التعذيب، أكد مسؤول رفيع في وزارة الداخلية بالعاصمة بغداد اليوم وفاة مدير دائرة الآثار في محافظة نينوى شمالي العراق حازم الصميدعي داخل محبسه، وذلك بعد ساعات من عملية توقيفه، مشيرا إلى وجود شبهات بوفاته تحت التعذيب خلال انتزاع اعترافات منه، كما توفي معتقل محكوم وفق المادة 4 إرهاب في سجن الناصرية. فلماذا تزداد حالات التعذيب في السجون والوفيات من أو في السجون والمراكز الشرطة في العراق؟ أين الجهات المسؤولة في الحكومة عن هذه العمليات؟ أين وزارة الداخلية التي يتهم منتسبوها بإقامة حفلات تعذيب بحق السجناء والمعتقلين؟ أين وزارة العدل المسؤولة عن سجون العراق؟ أين البرلمان وأين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء عن كل هذا وسط تحذيرات عراقية ودولية من استمرار هذه العمليات التي يصفها البعض بأنها ممنهجة؟ كل هذه التساؤلات نناقشها معكم أعزائي المشاهدين في حلقة هذا اليوم. تصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة جرائم التعذيب في السجون الحكومية في العراق الذي باتت تؤدي أو تودي بحياة كثير من العراقيين كل شهر، حتى أن تقارير حقوقية وثقت أكثر من 20 وفاة بسبب التعذيب والإهمال الطبي خلال شهر واحد. التقرير التالي يحكي قصة جديدة من قصص التعذيب في سجون العراق، فلنتابع. آثار تعذيب لا تخطئها العين على جسد الشاب علي البطبوطي المعتقل في مركز شرطة باب الشيخ في بغداد والمتهم في إحدى القضايا. المتهم بريء حتى تثبت إدانته، هكذا تقول القاعدة القانونية، غير أن الأجهزة الأمنية في عراق ما بعد الغزو الأمريكي تعمل وفق قاعدة أخرى استحدثتها الأنظمة القمعية، فالمتهم في نظرهم مدان ولو ثبتت براءته. تم اعتقاله بتاريخ بشهر 12/2020 حال إلى مكافحة الإرهاب بعد التحقيق وانتهاء التحقيق من خلية الصقور إلى جهة الطلب. جهة الطلب كانت المحلية، بعد المحلية تحول إلى مكافحة الإجرام والتحقيق ساري والتعذيب على قدم وساق. تعذيب لا يبرره تحقيق وانتهاك لحقوق الإنسان يعكس ما وصلت إليه الأمور في العراق تحت حكم الأحزاب الفاسدة والميليشيات التي تحتكر الوطن والوطنية ولا ترى للمواطن أي حق فيه، لا سيما إن كان ذلك المواطن ناشطاً في الشأن العام خادماً لمجتمعه. كان له نشاط بقضايا خدمة الناس وإيصال الأكسجين إلى الناس، عنده نشاطات بمجالات رعاية مؤسسات خيرية، رعاية أيتام غيرها. هل من الإحسان أن يتم التعامل وياه بوحشية؟ عندنا أدلة على ثمان منتسبين ضباط ومنتسبين لمدة 13 يوم إلى الصباح يتم تعذيبه بشكل قاسي جدا. جهود عشيرة البطابطة من أجل حصول الشاب علي على حقه في محاكمة عادلة تصطدم بواقع عراقي يؤكد أن العدالة باتت حلما بعيد المنال في عراق الميليشيات والأحزاب الفاسدة والتبعية لأجندات الخارج. نعم، معنا اتصال أم وعد من الموصل. أم وعد، ليش ترتفع حالات التعذيب والوفيات
إن كان في السجون أو مراكز الشرطة. اليوم مسؤول بالموصل وهو مدير دائرة الآثار تم اعتقاله واسمه حازم الصميدعي. هناك تقارير تشير بأنه تم تعذيب هذا المسؤول ومات. تفضل يا معاذ. ماكو. أنا عندي معتقلين اثنين، البارحة عشيرة باس وخير من العزالة العرب. حلق النسواح بالحلق. كل النهار احنا قاعدين بهتشو البلميت حرمة. ديارة ما تخافونه. نعم. والله احنا نريد نطالب بالعفو. ماكو عفو، ماكو انتخابات. ما نريد هاي حكومة فاسدة. نطالب بالمعتقل. والابناء والله العظيم ابني كل شيء ما عنده انحكم معبد. ليش؟ شو الظلم هذا؟ هذا ظلم. ظلم يا اخو، ما يصير. ما حدا طالب بولدنا، ربيناهم وتعبنا عليهم. ايش قد عمره ابنك؟ ايش قد عمره ابنك؟ وين مسجون؟ 92. واحد بالحلة موالد 2001. ليش؟ 2001. هذا ايش قد الحكم ابو 2001؟ العظيم بريء. سبع سنين. الله وعد. على الاستخبارات دزينا كتابه ما عنده شيء، على من الوقت ما عنده شيء. لا شاهد، لا عليه مشتكي ولا شاهد. زين ام وعد، اخر مره زرتيهم شلون كان وضعهم؟ ثلاث سنين ونص يلا واجهت وعد بالتاجي. حاط المسجون حاطينه بس ترى لعلمك بالقفص يقفلون عليه الاسد. والله كلهم ابرياء. كلهم ابرياء. ما يصير. كل النهار يوم انا عندي ضغط وعندي ذبحه انا قد الكروه بدايه. ايش هذا الكروه؟ من هذا ربع ومن هذا الف. والله احنا بنات عشائر وبنات عرب. عيب على عشيره يسكت عن هذا الظلم. هذا ظلم. وإذا 2001 جبت علي البارحة روح ثلاث سنين ما شفته. يخلصون فلوس أنا وصل ما أدري إيش كروتي 45,000 على الحلة. يا أخي ظلم والله، ما يصير هذا ظلم والله. تعبنا من هاي العيشة، تعبنا. يخلصون نحن عمينا ونرتاح. أخي ظلم والله العظيم ظلم، ما يصير إثنانة. والله عيب على شيوخ العرب، عيب عليهم. الأقال والعربيات دايحات بالحلة. ما يصير. والله لا أبو سيطرة الناس يعني معاملة بس. والله عيب على شيوخ العرب، عيب. نعم. نسأل الله أن يفرج عن الأبرياء. أم وعد من الموصل كانت معنا. أبو محمد من السماوة، تفضل أبو محمد. أبو محمد، برأيك ما هي أسباب ارتفاع حالات التعذيب والوفيات داخل السجون وفي مراكز الشرطة في العراق؟ يعني بالبصرة بس خلال 4-5 أيام يعني 2 قتلوا من أهالي البصرة بسبب التعذيب. واحد منهم تشابه أسماء، والثاني يعني ولد شاب بعد صغير، يعني هم بريء مثل ما أكد أهله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم أستاذ عمر. شكرا. وعليكم السلام. تحية لكم قناة الرافدين البطلة. يا أهلا بك أستاذ عمر. بالنسبة للتعذيب السجون العراقية، هذا مو اليوم ووليد اللحظة، يعني هذا من 2003 لحد الآن احنا نعاني من عنده. نعم. وأول سبب مباشر لهذا الشيء هو طبعا غياب النظام الوطني. ما دام ماكو نظام وطني موجود عندنا بالعراق، فاحنا أقرأ السلام على قضية اليوقع بيد الحكومة أو الحكومات المتعاقبة بعد 2003. الحقيقة هذا السبب الأول. السبب الآخر أنه افتقار الأجهزة الأمنية المهنية بالعمل. احنا انبنت مؤسسات الدولة بعد 2003 على نفس طائفي أيضا، وبعيدين عن المهنية وعن حب الوطن والولاء للوطن. احنا كنا نعرف هذا الشيء قبل 2003، أنه لما تلتحق كلية الشرطة أو الكلية العسكرية أول شيء تتعلمه هو حب الوطن وولاءك للوطن وخدمة الشعب وخدمة الوطن. هذين ما أعتقد موجودات هسه عندنا أستاذ عمر. أبدا دنا نفقده، لأن إحنا بالحقيقة إحنا واقعين تحت احتلال، وصور البلد المحتل هو ما راح يظهر
الشيء الخاص به أو يمثل هويته أو يمثل شخصية الإنسان العراقي. فلذلك تظهر هذه الجرائم عندنا، وتظهر عندنا عمليات اللي قاعدين بالسجون العراقية، وأصلا هذه هي لأنه وصلت مرحلة طفح الكيل أصلا. نعم. فاللي هي موجودة من زمان هذه الأمور، لكن الناس وصلت مرحلة من الوعي وأنه بعد ما تتحمل قامت يعني تنشر هذا قدام مسائل الإعلام، والناس بدأت تتذمر بصورة يعني مو طبيعية بالحقيقة. ونفس الشيء نهجهم هذول الأحزاب هم نفس نهج الموجودين بإيران سبحان الله، أبد نفس طريقتهم بالتعامل ويا الناس كل الفئات وكل الطوائف. لا تقول لي هذا من قومي وهذا من طائفة ثانية، أبدا والله العظيم هم أعادوا كل عراق وطني، كل عراقي وطني وشريف يكرهونه وما يحبونه، وأي شخص يحج يعني يشوفونه يحجي بالوطنيات وكذا يعني يكرهونه. هذا اللي احنا نشوفه نلتمسه بحياتنا اليومية. فأستاذ عمر يعني الأجهزة الأمنية ترى مو أجهزة يعني عباركم يعني مثل قبيل وبها ضباط ومتحررين وكذا وناس تشتغل صدق وأخلاص وكذا، لا كلهم ده ضباط دمج ومزكيتهم الأحزاب هذه الإيرانية، والأحزاب هي المسيطرة على مؤسسة الدولة. يعني لا تعتقدون صدقون أنه أكو حكومة ويقودها الكاظمي وأكو ضباط ارتباطهم بالحكومة وبالوزارة الداخلية ووزارة الداخلية مستقلة وما أدري شنو، ها كله كذي ترى الله وكيلكم، هذه كله مو صحيح الكلام. ولا الأمن جهاز الأمن الوطني، فما يسمى بجهاز الأمن الوطني، والوزارة الداخلية وكل الأجهزة اللي هم تحمل مسميات على أساس أنها هي مسميات وطنية لكن هي حقيقة مو وطنية، هي مؤسسات ميليشياوية حزبية طائفية تأتمر بأوامر ولاية السفيه الإيراني وتطبق أجندات إيرانية صرفة أبدا. ولذلك هم ينتقمون من أي إنسان يوقف بوجه الظلم ويقولهم هذا الشيء مو صحيح، وهذول اللي تعذبوا ونقتلوا بالفترة الأخيرة هم حقيقة لأنه وصل مرحلة من اليأس وقال لهم كافي عمي، يعني بعد انتهت، أنتم وصلتوا مرحلة من الظلم والطغيان مرحلة لا تطاق، يعني لا ما يطيقها أي بشر بعد. ولذلك هم بدأوا يقتلون بالناس ونشافوهم متصدين لهم ولنهجهم الهمجي الفارسي الأرعن، بدأوا يقتلون بالناس أعلنا وما خايفين هم ولا هم إيش. نعم. وإن شاء الله تكون هذه بداية النهاية لهم، نحن نتأمل من الله سبحانه وتعالى أنه تكون بداية النهاية لهذه الأحزاب العميلة وهذه الميليشيات اللي زرعت وزرعها المالكي في فترة من فترات في انتهازه للمشاكل اللي افتعلها هو، وخاصة فترة حكمه ونهاية حكمه المشؤوم في 2014 وبداية مرحلة جديدة في تاريخ العراق المتمثلة بدخول تنظيم داعش بالتآمر من قبل إيران وحزب الدعوة بقيادة المالكي. أبدا هو كان إنسان يستغل الفرص وينتهزها ويوظفها لصالحه أو المصلحة الشخصية والإيرانية. نعم أبو محمد، حتى ينبذون أجنداتهم الأخرى. أنا أشكرك محمد من السماوة كان معنا. معنا أبو عبيدة من كركوك. أبو عبيدة، ارتفاع حالات التعذيب والوفيات داخل سجون الحكومة وفي مراكز الشرطة انتشر في محافظات العراق حتى الجنوبية، واليوم يعني توفي أحد المسؤولين في محافظة نينوى، وذلك بعد صدور مذكرة إلقاء قبض بحقه، وهو مدير دائرة الآثار في محافظة نينوى. ما طول كم ساعة ومات الرجال. إذا هذا مسؤول يموت في سجون الحكومة، لعد المواطن العادي شلون حاله؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك أستاذ عزيز. قبل أن أسلط الضوء على الشخص اللي توفى اليوم أو قبلها، نعم، أنتوا ناسين المعتقلين العرب اللي مرت عليهم سنوات بالسجون الأكراد بالشمال وجاي يتعرضون
نفس عمليات التعذيب والمغيبين اساسا، اذا هذا الشخص مثلا اهله يدرون به تعذب، المغيبين بالشمال اساسا ما جاي نعرف مصيرهم شنو، يعني خطبوهم من الشوارع. يا ريت اذا عندك معلومه اذا عندك معلومه عن اسم السجن او سنه اعتقال احد اقربائك او معارفك اذكرها عزيزي. نعم، اسماء السجون كثيره، بادو بش اسمه سوسه، عندهم بقرهنجير، عندهم بشمشمال، عندهم باربيل، اشكال السجون الاف العرب المغيبه. ويا ما رحنا ومشينا على نواب ورحنا على حقوق الانسان، بس الريد خبر عن اني اخويا مخطوف. نعم، وناس اعرفهم كثيرين انخطفوا من الشارع. وين انخطف بالضبط؟ انخطف بداخل مدينة كركوك، لا صوت ولا ذنب، ولحد الآن ما نعرف عنه شيء. بيا سنة ايش قد عمره؟ بال 2015. 2015 مواليد 91. نعم، يعني شاب. نعم، ولحد الآن ما نعرف عنهم أي شيء، وكثيرين كثيرين، يعني مو واحد واثنين، آلاف آلاف. ونواب العرب حاليا ملتهين لي بالحملات الانتخابية، والله تعال انتخبني، والله ما ادري ايش اسوي، واذبح واصلخ وما ادري ايش اسوي. ولحد الان ما لقوا اي مغيب عربي اتحداهم يقدرون يفاتحون السلطات الكرديه، لان مخلين بيوتهم وجهالهم وعوائلهم ساكنه بالشمال، ما يقدر يحاكونهم، ما يقدر يقولون لاي سلطه تعال انطيني كذا عدد عربي يمك. طيب ليش؟ هذول هذا مو بشر، ما عنده حقوق انسان. الى متى يعني نبقى ساكتين؟ والى متى نتفرج على ناس يكذبون ومتملقين بالسياسه ومستخدمين نهج كله كذب وخداع في سبيل مناصبهم ورواتبهم؟ الى متى؟ فاحنا نريد من حضرتكم تسلطون الضوء على السجون الشمال، بيها ناس كثيره بريئه. يا اخي احنا نقبل هسه اذا ابني عنده شيء او اخوي عنده شيء، قدموا للقاضي، قدموا للسلطه القضائيه، وخلي اذا عنده شيء واكو اثباتات عليه خليه ياخذ جزاء. احد بكم وصل الى الاسايش، الى 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 حكومه اقليم كردستان، الى القضاء هناك؟ إيه؟ ما حصل إيه إيه ولا إيه معلومه؟ إيه نو نعم. اخي العزيز نوصل، ينكرون انه اكو هيك شخص بداخل فلان سجن، يقول روح جيب لي دليل. طيب انت ما اخذه بطريقة سرية، أنا يعني شلون أجيب لك دليل؟ منين أجيب له دليل أنا؟ إي وبنفس الوقت إذا تروح على السجن تقول له ابني يمك أنا أخذت معلومة، يقول لك إي تعال جيب لي المنتسب اللي جاب لك المعلومة، وتصير سين وجيم، وأنت هم ما تخلص منها بعد، يقول لك ها أنت تتهمني بخطف الناس؟ يا أخي أنت تخطف علني، أنا أتهمك من كان الحكم لهم هنا بكركوك ما خلوا عربي ما خطفوه. فيا ريت من حق سلطتنا تصير ولنا اخوتنا ناس، يعني شباب حرام، يعني تشوفهم بعمر الورد راحوا ليش؟ يعني عنده شيء قدموه للقضاء خلوه يصير حاله حال اي معتقل وياخذ جزاءه، ما عنده شيء طلعوه. زين، لجأتوا الى المحاكم في بغداد وقلت لهم يابا ولدنا انخطفه وبهاي المنطقه، واللي وصلنا من معلومات انه هذه القوات اللي اختطفتهم، شنو كان؟ نعم عاد؟ نعم، مو بغداد، قدمنا هنا دعاوي. نعم، يقول لك اصبروا لما يجي جرد جديد من السجون ويصير افراج، اذا يجي افراج عليهم يطلعون. يعني ادري صار له 6 سنين، اريد تعرفون المصير. اي والله ما مو بس احنا. نعم، قبلنا ناس، قبلنا من 2003 و4 و5 و6، هسه اكو ناس جاي تطلع 12 سنه و13 سنه. يابا شنو تهمتك؟ والله اني خذوني من الشارع وما قالوا لي شنو تهمتي، نايم بالسجن ولا حول ولا قوه. هذا اللي طلع من يا سجن؟ والله يا اخي سجن بادو شو يسموه شو اسمه هذا سوسه، وسجن سجون بقرهنجير ما اعرف حتى اسمائهم، وسجن باطراف اليمانيه، وسجون باربيل، باسايش قشتي، ما ادري 60 ما ادري شو يسمونه، والله ما نعرف شو يسمونه. نعم، الله يعينكم. يا ريت. الله يعينكم ونسأل الله أن يفرج عن جميع الأبرياء، وإن شاء الله صوتك يوصل. أبو عبيدة كان معنا من كركوك، وقصة أخرى من قصص الاختطاف
والتغييب في العراق. أبو طه من فنلندا، تفضل أبو طه. أبو طه تسمعني؟ أسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني حالات التعذيب كنا نعرف وبحسب التقارير الدولية وتقارير منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية كذلك، يعني تؤكد بأن عمليات التعذيب والحالات المرضية في العراق ليست بجديدة، ولكن ارتفاع هذه الحالات التي تؤدي إلى موت المعتقل وصلت إلى محافظات عراقية جنوبية، وكذلك اليوم مسؤول في محافظة نينوى وهو مدير دائرة الآثار في محافظة نينوى توفي في السجن بعد ساعات من اعتقاله. هناك تقارير تتحدث عن تعذيب هذه أو هذا الشخص المسؤول، فبرأيك ما هي الأسباب، ما هي أسباب ارتفاع حالات التعذيب والوفيات في سجون ومراكز الشرطة؟ عمي دول مجرمين، أنا من الناس شك معتقل. نعم نعم. أبو طه، أبو طه تسمعني؟ أنا كنت معتقل. إيه تفضل استمر، صوتك بعيد. أبو طه أكو مشكلة بالاتصال معك. أبو طه من فنلندا كان معنا. أم عمر من الموصل، تفضل يا أم عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. أنا أشكركم على هذا البرنامج وعلى إذاعتكم هذه البطلة اللي تقدم يعني من نص الحدث ومن الواقع. نعم. أنا عندي ابني معتقل بالناصرية. هاي صار لي 5 سنين أنا ما شايفته. 4 سنين بالموصل. وهاي صار له سنة راح للناصرية. ابني على عركة. أخذوه على عركة، عركة عادية وبالمستشفى. صارت أشو العركة، ابني تحول لداعشي وما أعرف شنو أوراقه، حكم إعدام. وهسه حاليا أريد أواجهه، مالي ما ما ماكو أحد ينطيني أروح أدق اسمه بالحاسبة، موجود بالحاسبة، موجود بسجن الناصرية، وأنطي فلوس مال أمانات يعني توصل له ما توصل له ما أعرف، بس ما أكو أحد يعني يخليني أفوت أواجه ابني. شنو المشكلة ما أعرف ليش يعني حكم إعدام ما أعرف. إيش قد عمره وكم مرة حاولتي للوصول إليه؟ ابني مواليد أخويا، ابني مواليد 99. نعم. من 2018 هو بالسجن مال الأحداث هنا مال التركيف. نعم. فما حاكمه، بقوا بهاي الفترة كلية لحد ما ابني بلغ. يعني بلغ سن القانوني وودوه للمحكمة وحكموه إعدام، وما أعرف شنو المشكلة وما أعرف شنو السبب. ابني صحيح احنا اول من صارت التحرير احنا نزحنا على المخيم مال الخازن. زين العركه اللي صارت بالمستشفى صارت بها حاله قتل؟ لا 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 لا، ما صارت. مجرد ضرب اللي تكاون وياه ضرب وباكس ابني. نعم. لا انشت لاحد ولا طلع دم احد. شنو ذاك ابن مسؤول لو شنو ذاك لو شخص عادي؟ لا قرايبه كان بهذاك الوقت مقدم بالامن والاستخبارات، يدعى انه هو ابن خالته. وهذول هم اللي مشوا ضباط، يجيب هذول الضباط يمشيهم على اللي بالمركز، وحتى ما خلوني أواجه ابني بالمركز، ومشوا الدعوة عليه وراحت الدعوة وما عرفت شنو السالفة. زين من حكم القاضي، حكم القاضي وفق يا مادة؟ والله ما أعرف. إرهاب. إرهاب. حكم إرهاب. زين حكموا مادة إرهاب بس حكموا إعدام. نعم. بيا قانون هو من القاصرين وينتظروه إما يتعدى أو يبلغ 18 حتى يحاكمه، هذا بيا قانون. والله اخويا يعني هم انتظروا هيك ضربت يعني ضابط على ضابط، والله مواجهه ما خلونا نواجهه. مجرد مرتين ابوه واجهه هنا بالموصل، وابوه باثر هاي الصدمه انشل قاعد على الكرسي، لا ايد ولا رجل ولا منطق. فلما يروح يواجه ابوه انا ما اعرف شنو اللي يقول له لابوه، لان ابوه ما يحكي ما افتهم عليه. وما عرفت شنو هو. وهسه انا اريد اواجه ابني، صار له سنه بالناصريه وما يخلوني. انا ما عرفت ابني نقل على الناصريه الا عن طريق الصليب الاحمر، وما اعرف شنو المشكله اللي صارت حتى ابني يودونه ويحكمونه اعدام. ابني بالمخيمات صحيح، احنا من دخلنا للمخيمات ورا شهرين مخبر سري لم كل قلب المخيم الشباب ومن ضمنهم ابني، ظل عندهم 10 اشهر وبعدين سيبوه. يا بنطونا كتاب، بنطونا شيء مال فراج، قال اختي ما عنده شيء حتى ننطيك كتاب مال فراج. ومن طلع اصلا لا تقولين هو كان عند الكراد مسجون، لان هذا ما عنده كل شيء، واللي عنده شيء احنا اخذناه واعتقلناه. وطلع الولد
من حكم من هذا جبت كتاب من حقوق الانسان بان الولد هو كان مسجون بهاي الفتره. هم ادعوا على ابني كان يداوم كل هاي الفتره بس ابني كان مسجون بالاقليم، وعندي كتاب يثبت من حقوق الانسان ابني بهاي الفتره كان مسجون بالاقليم. وما اعرف شنو يعني هسه انا ما اعرف لوين اودي وجهي وانطي وجهي، يعني مره ورعيت بنات وما عندي احد بس الله، وانا اخابركم من خلال اذاعتكم بتجي توصلون صوتي للمسؤولين. لا حول ولا قوه الا بالله. زين انت صار السنه ما شايفته من نقلوه بسجن الناصرية وعرفت المعلومة من خلال الصليب الأحمر، ليش ما قدرت تروحي له زيارة؟ ليش؟ أخويا أنا هاي 4 سنين ما شايفته. هو الناصرية صار له سنة. نعم. هو الناصرية صار له سنة وهم ما شايفته، ورحت ومطيت اسمه ودقيت اسمه حاسبة قالوا لي موجود، ومطيت أمانات وأخذوها من عندي وماكو، اللي وياي راحوا وواجهوا هاي نوبتين وأنا ابني معاكو ما جاني أي شيء من عنده، لا خابرني ولا أبد ولا أصلاً. زين أنا يعني بس يعني وين أنطي وجهي؟ يعني أريد توصلون صوت لأي مسؤول، لأي واحد عنده مروة عنده ضمير يرحم بحالنا. أنا مرة رجلي مشلول ما عندي أحد غير رحمة الله وقناتكم هاي البطلة الكريمة اللي عطنطي يعني من واقع اللي عيصير بينا إحنا هنا. يعني أنا مضابط بالأمن والاستخبارات قرايبه وأنا ابني ضرب قرايبه ويفوتون ابني بهاي الدعوة ويحكمون إعدام. ليش؟ هو المفروض عمره 17 سنة بال2018 المفروض يحكمونه يعني من ذاك الوقت، ليش خلوه لما ما يبلغ وحكموه إعدام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعينك ونسأل الله أن يفرج عن كل الأبرياء. أم عمر من الموصل كانت معنا، يعني والله قصص حزينة وقصص غريبة. يعني هو قاصر بالقانون ينحكم بحكم القاصرين، شون تنتظرونه حتى يبلغ 18 سنة حتى تحاكمه؟ حتى إذا كان عليه جرم فهو يتحاكم بحسب عمره اللي تم إلقاء القبض عليه، أو بالقانون إذا نتكلم بالقانون فبحسب إذا كان ارتكب جريمة فبقانون القانون ينص على الحكم عليه وقت وقوع الجريمة. إيش قد كان عمره بذاك الوقت؟ وقت وقوع الجريمة. أنطاها من نينوى، تفضلي أنطاها. أنطاها تسمعيني؟ أنطاها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. سامع استاذ. يا هلا بيك، أهلا وسهلا. احنا لأنها هي اللي انتابعت سجون وهي اللي انتابعت روح عليها. شلون؟ احنا نذكر قناة الرافدين الفضائي لأنه هي اللي مصنصة أقوى السجون. الله يسلمك، هذا واجبنا عيني. شنو قضيتك أختي؟ أخوي. نعم. ابني طاها. نعم. يطلع سجاير طلعت واحد أخذوه. راح أخذ هو كان عمره 13 سنة بل 2014 13 سنة. إيش قد كان عمره؟ 13. صوتك يقطع. إيش قد كان عمره 13؟ عمره 13 سنة. هو عمره زواج هو عمره 13 سنة. تمام. شنو اللي صار؟ زواج واعش هو عمره 13 سنة. وقذبات الدم واستحب واعش. نعم. وأعقبه. فلما طلع على مخيم الحاج إلي وهو ما عنده كل شيء، فجعلي مخبر سري وأخذ الجيش العراقي. زين أنت نعم اعتقلوه داعش، ايش قضى اليومهم؟ ما اليومهم 10 أيام عقوبة متين بس يعاقبونه لأنه هو ويسدونه. تمام. بعدين شنو اللي صار؟ بعدين هو من جمع دواعش عبر على الحشد. أخذوه الحشد. العراقي عبر على الجيش العراقي. إيه. فصار 10 أيام مخيم الحاج إلي. نعم. هسه قد انحكم هو؟ حكم 15 سنة لما أخذوا الجيش العراقي 15 سنة، يعني هو انحكم بصغر عمره.
زين اختي، هو لما اعتقلوه ايش قد كان عمره؟ 13 لو اكثر. 15 ولما حضر عزيز عمره 15. نعم. فمخبر سري، فحكم على المخبر السري 15 سنة، يعني كبر عمره. وهو بريء. ما استأنفتوا؟ ما استأنفتوا؟ ما وكلتوا محامي؟ المحامي نروح عليهم يقولون هو معترف، هو معترف على نفسه. ويقتلونه ويشدونه بالبانكة وخلعوا ايده. نعم. وهو كان طفل اعترف على نفسه. قال له صحيح، بس هو صحيح بريء والله العظيم، اقسم لك بالقران الكريم انه هو وما عنده كل شيء. وانت هو السجن الحوت السجن الناصرية. هو لما حكم عمره 15 سنة، يعني ليش الظلم هذا؟ ليش الظلم؟ العراق. الله يعينكم وان شاء الله. العراق ليس من اخذته. نعم. نسال الله ان يفرج عن الابرياء. ام طه من نينا وكانت معنا، وقصه اخرى من قصص العراق الحزين. ابو ياسين من ديالى. ابو ياسين، ما هي اسباب ارتفاع حالات التعذيب والوفيات في سجون ومراكز الشرطه في العراق؟ حياك الله اخي عمر، حياك الله. اهلا وسهلا بك يا اهلا بك اخي عمر. هذا الحين سؤال الى مجلس القضاء وعلى راس باق زيدان. والحين سؤال الى التحالف الدولي اللي حررنا من نظام وطني مهني، دوله مؤسسات وقانون. نعم. والحين الجامعه العربيه اللي حررت على غزو العراق. اخي بس بالعراق تعذيب الجيش يعذب المعتقلين بس. بالعراق طبعا انت تسمعوني بس تتبعين، وشفنا بالسجون سووا بيها بالتعذيب. هاي اخي ممارسات الاقباط الاسرى الايرانيين كانوا العراقيين بايران. هذا فكل سجن المهمة اخي عمر بيت بدر بيت حزب الدعوه. احنا شفناها بعيوننا، شفنا القذف والقتل والتهجم والانشار على اعراضنا المنتهكه بيت حزب الدعوه وقوات بدر. هاي مارسلت ما مارسوها عمار الحكيم وعبد العزيز ومحمد باقر الحكيم بالاسرى العراقيين. هذا الاجرامات يا اخي عمر. لا زال اكو شعب نايم يبقى. أنا شخصيا عندي جريمة قذف، قذف على صدام حسين وعلبة عند مركز الشرطة تحت الإعلام العراقي. جريمتي من 10 الإعدام. والله ما شفت هذا التعذيب. والله العظيم قسم العظمة ما شفت هذا التعذيب. يعني شنو هذا الإجرام هذا شنو؟ تحقيق قوية، ما عندك اتجاه سياسي، ما عندك ارتباط بإيران. أدبونا طلعونا. والله العظيم يا عمر ما راح سجلت ما سياسي. يعني مو سياسي. لكن هذا الإجرام، هذا الإجرام الجنسية الحكومة. هذا جاي يحقق المساجين، جاي هذا مجلس القضاء ما جاي يشوف. يعني هو المسجين المتهم ياخذون يسوون بهالشكل؟ لو تحقيق مثل الاوادم ينتزعون من عنده الاعترافات باحترام وقانون. شنو هذا الاجرام هذا؟ زين انا اسال عشائرهم وشيوخهم هذول اللي جالسين ضحايا، لو تقول ساكتين. هذا القتل يسمى عمر ميتين والله. لا زال اكو هذا هاي الحقبه السياسيه اللي جتنا دوله ايران وغير ايران، دوله التبعيه. بس انا خليت اسال السياسيين السنه دول الان القرن الشوالي، شو تسوون قاعدين في هاي العمليه السياسيه البائسه؟ مو ناقصهم كلها ذبحت وانقتلت. نعم. دعايه ابو عرخط بحجه اسم عمر وعثمان وبكر، وهذا الاجرام يبقى مستمر علينا. انا ما اتحدث عن المذهبيه لا والله، لكن اتحدث عن هذا الخط الاول، اصحاب القرن والحكومه. هاي جت من ايران، هاي الناس الشوادي ما قاعد يرحمون. يعني شوف طفوا المناطق المحافظات الغربيه واتجهوا لفتره الجنوب، ومع ذلك احنا ساكتين. يبقى لين وين يبقى؟ ماكو مجلس قضاء يحقق بعداله. هاي السجون كلها تلفزيون، شنو شكو بالسجون؟ شكو بالله العظيم بالسجون، مو بس التعذيب. هذا جالس اشيب الارزاق اللي يقطعون النسل. هذا المشروع الايراني بالله العظيم يا عمر، شباب ابطال. نعم. ينزع الدومه يطلع مكه بالكهرباء، تسال يقول لك شو مسوي؟ حاط القارب صد الدبابه الامريكيه وفجرها. هذا حاله. يعني 5 6 سنين ذاك الوقت ما يصعد المحاكم. يعتبرون مرهابيه. واليوم ذول ما شاء الله ذول الزعامات، ذول المجاهدين المقاومين اللي جابهم الاحتلال. اجلكم الله جابهم البسطال الامريكي، يدعون نفسهم بالوطنيه والمقاومه. هذا ايران ما تقول ايران فوق روسيا يا عمر وامريكا، هذا حالنا.
ايش وقت الحرب لازم نحرر نفسنا بدينا. نعم. ما نظل صيح حيات حيات من الذله ولد من الذله ماكو. بعد اسبوع زمان محرم بعد يوم يصبرون ويقمون وزناديد وقيمه وحريسه ونافين وطنهم ونافين كرامتهم قيامهم. أبو ياسين من ديالى كان معنا، شكرا لك. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أفاد مصدر في محافظة ذيقار بوفاة معتقل محكوم وفق المادة 4 إرهاب في سجن الناصرية بالمحافظة. وقال المصدر إن معتقلا من أهل ناحية السعدية بمحافظة ديالى محكوم بالإعدام وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب توفي داخل سجن الحوت بسبب ارتفاع في ضغط الدم بحسب سلطات هذا السجن. وسجل سجن الناصرية المركزي في محافظة ذيقار خلال شهر تموز الماضي 10 وفيات لسجناء غالبيتهم بمرض التدرن. أبو طه من فنلندا يعاود الاتصال معنا، تفضل أبو طه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. شلونك حبيبي يا عمر؟ يا أهلا بك. موضوع اليوم حلقة عن السجناء. نعم. والقتل والتعذيب بالسجون في سجون الحكومة العراقية وفي سجون الحكومة الكردية. أكو مشكلة بالاتصال أبو طه، أنا أعتذر منك. أم منهل من الموصل، تفضل يا أم منهل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة عليكم. الله أهلا وسهلا بيك. يا أهلا بيك لكم. الله يسلمك. أنا محكي لابني. نعم. أخذوه من 2017 وقت مناسب السري جاء عاديته بالليل يا ريت ترجعين تتصلين مرة ثانية أم منهل. الصوت دي يقطع، الصوت دي يقطع. إن شاء الله إن شاء الله. هسه رجع الصوت. استمري استمري. نعم ان شاء الله. تفضل. اخذوه المخبر السري، اخذوه على مود يبون السياره ماله طمعانين بالسياره. هو يداوم بالتلقيحات بالصعب. اي. وعنده راتب مال رعايه. وعمره 34 سنه من اخذوه بالناصريه. حكموه 15 سنه ظلم. من 2019 الى الساعه ما شفته ادز له فلوس وامانات ما عرفت ما توصل لا تلفون لا خبر لا علم كل شيء ما نعرف.
وهو على مود بقيارة خلوه يوقع على الأشياء القتل والتعذيب، اعترف لكل شيء، ما عنده والله اسم لا بحاسبة ولا كل شيء. وهذا يقول بال 12 بالليل يصير بقيارة يعلقون بالكرينات يعذبوهم بالكرين بقيارة، شبعوا سكين وجغر ومرض، ها وبعد يخلوهم على نفسهم بالإكراه. هذا المخبر يشتري يدمرنا والله، حسبي الله علينا، وضيع شباب ابني ومستقبله وعائلته، زوجته بديرة عند أهله وولاده عندي. نعم. وأنا مرة كبيرة مريضة والأب مريض، وعن عاني بسبب المخبر السري، ظلم راح شباب الولد ومستقبله، ظلم بظلم بالناصرية، وما راح شنجر معاناة وقهر وضيم وتعذيب وفلوس ومرضى، ونبين ونروح على الله. وعلى مود نشوفه يا 20 دقيقة يا 25 دقيقة ونرجع، وبس انت تعرف. نعم. وهاي معاناتنا، ظلم بظلم. الله يعينكم. توصل صوتنا الله يحفظك، بلكي يعملوا لنا حل. وماكو عفو، ماكو انتخابات والله ابد، اذا مات العمر اولادنا المظلومين ابد. اي والله نسأل الله أن يفرج عن الأبرياء. أنا أشكرك ونسأل الله أن يعينك أم منهل من الموصل، كانت معنا أم محمد من ديالة. تفضلي أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وسهلا بيك. بالنسبة لموضوع السجناء. نعم. أنا أخويا مسجون 6 سنين ما صعد محكمة. نعم. وهم نفس الحالة اللي حكت قبلي، ضيعوا مستقبله ووقعوا على اعترافات بالقتل وبالتعذيب وكاسرين خشمة بتقرير طبي. والضابط راد فلوس يعني كلها 3 شدات و4 يلا يصعدها محكمة. وبعدين اضطروا يبيعون، بعنا البيت وبعنا السيارة وكل شيء بعنا يلا طلعناه. بس المشكلة بالسجناء ما يجيهم قاضي ولا تصعد أوراقهم للقاضي. يعني أكثرها تبقى 10 سنوات و7 سنوات بدون محكمة. وهذا الشيء هواي عانينا من عنده، المواجهة يعني صعبة، الروحة إلى صعبة، وكله على ظلم، يأخذونهم من الشارع ويذبونهم بالسجن. وهذا حالياً هو عامل على رجله يشتغل، لا عوضته الدولة ولا جت منظمات تجرته. وهذا إحنا ما ندري أما نشتكي إلى الله المشتكى. بس أريدكم يعني هذا الموضوع تناقشونه يعني دائماً، وتخلون عليه الإعلام، صوت على الإعلام، لأن إحنا مظلومين وريد أحد يوصل صوتنا. نعم أختي أم محمد، إحنا دائما في يعني برنامج صوتكم وفي برامج قناة الرافدين الأخرى، النشرات الإخبارية، البرامج، دائما نركز على موضوع المغيبين والمعتقلين وعمليات التعذيب المستمرة التي تجري بحق المعتقلين في سجون العراق. أنا أشكرك أم محمد ونسأل الله أن يفرج عن الأبرياء في العراق. أم مهند من الموصل، تفضلي أم مهند. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. سيد عمر. يا هلا بيش، يا هلا بيش، تفضل أختي. أخويا والله يا أخويا يا سيد عمر، إحنا بالنسبة لنا إحنا ولادنا معتقلين، والله لا معاملة زينة، لا أكل زين، لا أكل صحي، لا شيء. ليش في شكل ولادنا مخليهم بالسونات يا أخويا ليش؟ نعم. إحنا نطالب الحكومة حتى ولادنا من السجن، وإحنا الأمهات طلع علينا كثير، والله ما نواجه إلا بالموت، والله ما نصل إلا بالموت، ما نجي إلا بالموت يا أخويا. إحنا نطالب، إحنا نريد ولادنا، إلى متى يخلوهم بالسجونات، إلى متى؟ نعم. والله إذا ما ينطون عفو عام، والله انتخابات عفو، لا ننتخب أي واحد فيهم والله. نعم. عفو عام، ينطون عفو لولادنا، احنا نريد ولادنا، احنا نطلب ولادنا، احنا حياة ما ربيناهم وياخذوهم يحكموهم اعدامات. ليش؟ طوش بني مواد 98 اخذوا حكموا اعدام، ليش؟ تجي الحوت، ليش هذا العمل؟ والله هذا العمل الله ما يقبل به ولا رسوله يقبل به، ليش هم هيك يسوون بينا؟ يعني ايش قاعدين ينتظرون عشان هذا الوباء منتشر، منتشر وباء كورونا؟ أشوف السجناء في البيت تدرن عشان فيها أمراض. والله رحت واجهت ابني يقول والله يوم تعب، والله يوم والله تتل، والله مبهدلين الزهدل. الله يعينكم. لا ما يواجم، لأنه ما له واجم، خليهم
تسبعنا في راتب زنزانه متين بمترين ليش الشكل؟ نحن نطالب بويلاتنا، نحن نريد ويلاتنا، الى متى نحن نظل على هالحال؟ أم مهند من الموصل كانت معنا، شكرا لك. عندنا دقيقة. أبو فاطمة من البصرة، تفضل أبو فاطمة. أبو فاطمة من البصرة تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يسعدك شلونك؟ يا هلا بك، الله يسلمك، تفضل. يا ريت تنص التلفزيون أبو فاطمة، يا ريت. أبو فاطمة محافظة البصرة، حياك الله. هناك وياك على الخط، هناك اعتقالات. ممكن تنص التلفزيون؟ نفسي نعم وياك. للأخير تفضل. أقول لك هناك الأحزاب الإسلامية بالجنوب، نعم، حاليا هم حسبانهم العملية السياسية تبقى 40 سنة 50 سنة، بس لكن يكونون على ثقة أنه العملية السياسية بأنفاسها الأخيرة هاي وحدة. اثنين، هناك اعتقالات عشوائية من قبل الميليشيات العصائب والتيار الصدري، هم خاف حسبانهم المغيبين من أخوان المناطق الغربية 400 مال الصقلاوية ما حشوا عليهم، ترى احنا مما بركم نطالب الأمم المتحدة أن تتدخل فورا بجنوب العراق. نعم، أن توصلون صوتنا للأمم المتحدة. نعم أبو فاطمة، نسأل الله أن يحفظكم وأن يعينكم. طبعا الصقلاوية المغيبين أكثر من 700. أنا أشكرك أبو فاطمة. قبل الختام، اليوم بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي قالت بأنها تشعر بالقلق بسبب وضع السجون في العراق. مفوضية حقوق الإنسان قالت بأن المؤسسات الأمنية في العراق لم تشهد أي إصلاح بعد عام 2003، وأشارت إلى عدم وجود نصوص قانونية واضحة لتجريم عمليات التعذيب في المعتقلات. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.